صراحة هو نحكي التاريخ يعني بدون تردد بدون سؤال، احنا نحكي الحق يعني أكيد. انه الى والعلي علي حسن انا قعدت فيها 4 جلسات تحقيقية بملف الاهوار فعرفت طبيعته. علي حسن نجيد من تجاوز عليه بعد ما يحكي يعني صلب، رجل صلب قوي. طيب علي حسن نجيد ما يخاف، يعني لا يخاف من قاضي عنيد، ولا لا يخاف من قاضي ولا يخاف من محكمة ولا يخاف من اكبر واحد تجيب لي اياه. يحكي وياك بحالة واحدة تحترمه، إذا احترمته يسولف، من سويها قلك هاي سويته، من سويها قلك هاي سويته.